ورجعنا لكم مشاهدينا من غبقة الحمراء، ومثل ما عودناكم غبقة الحمراء كل يوم راح يدزل لنا أكل، وغبقتنا اليوم من تشيلي بلي. أكيد سورة الشيخ قدمت لنا هذا الأكل المميز، منزلة شيء جديد سورة مثل ما عودتنا بتشيلي بلي، منزلة هذا الغبقة بلاتر. شفتي نوال؟ وايد حلو، أول مرة تقول غبقة رمضانية تنزلها، وعلى حظنا إحنا يعني أول مرة. وفي شغلات وايد حلوة، أنا اللي عجبتني الكبب اللي على بيتزا والشمندر. كبة بيتزا وشمندر، يعني روح رمضانية حلوة. هذه الأشياء إحنا يمكن نكثر بأكل المقالي برمضان، خاصة بالغبقات بالدوزيات. ماكو دايت برمضان. وتشيلي بلي جايبت لنا اليوم هذا البلاتر مال الغبقة، وجايبت لنا تشيز بلاتر، وجايبت لنا يمكن الأشياء الثانية. تشيز بلاتر مناسبة نوال حق السحور. السحور يمكن إحنا نتسحر خفيف يعني ما نثقل وايد بالسحور، بالذات الأجبان مع حليبة وكذي يعني شكلها تشوف. وحياكم الله ضيوفنا في غبقتنا اليوم، غبقة الحمراء. ايش رايكم بالأكل اللي حاطينه؟ نوال العافية منورينا اليوم في غبقة الحمراء، أريج الخرافي وعبد اللطيف الصالح ومساعد المطيري. غنيين عن التعريف ومعروفين ما شاء الله بالتواصل الاجتماعي، والناس كلها عرفتكم. يعني اثنين كشخة واحد مو كشخة. كشختك كاجوال. والحلو عبد اللطيف انك انت اول مره ظهور اعلامي له بتلفزيون الكويت كان قصار. نعم صديقتي العزيزه اريج. والمعلومه ان انا العام هالحزه كنت مع بناتي ضيفه في غبقه الحمراء، وهالمره ما شاء الله شفت شلون يعني مساعد وعبد اللطيف زملائنا مقدمين برامج. يحيي الله فيكم ومبارك عليكم الشهر. شلونكم يا الصيام؟ الحمد لله حلو. اي والله حلو يعني لا يوع ولا عطش، بس النهار شوي طويل. صح بس الله يحفظكم. اول شيء بس بقول يعطيكم العافيه، شكرا على الاستضافه الحلوه. معنى كلمه دائما اقول الجمعه بالناس الطيبه تسوى الدنيا وما فيها. ورمضان شهر معروف انه يجمع الناس بكل مكان. قلت الحمد لله يعني يوم جبتونا في بيتنا لتلفزيون الكويت، احنا دائما نتشرف ان نكون فيه خاصه برمضان. ويمكن هذا ثاني مره اطلع في غبقه رمضان في مكان على وقت المكان الحلو، خاصه مع الناس الطيبه ريج وخصان. الله يسر رواكم دائما منورنا مساعد وعبد اللطيف منورنا. واريج اليوم موضوعنا عن التواصل الاجتماعي، وانتم نجوم في التواصل الاجتماعي، لكم اثركم ولكم تاثيركم اللي اكيد قاعد تدخلون بيوت الناس من خلال الشاشه الصغيره اللي هي شاشه الانستغرام وسناب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. حابين نتكلم اكثر عن هالظاهره اريج. شوفي التواصل الاجتماعي يعني اعطى كل شخص سلطه او قدره انه يقدر يسوي اي شيء، يقدر يوصل حق الناس كثير، خصوصا من يكون عنده متابعين كثار، وهذه مسؤوليه. ويمكن يعني انا وايد اليوم مستانسه على الاختيار اللي معاي، يعني انا وايد احترم عبد اللطيف ومساعد يعني طريقتهم وشلون هم يعني يبينون نفسهم في التواصل الاجتماعي، والمسج اللي يوصلونه وايد حلو، وهذا اهم شيء بالتواصل الاجتماعي. يعني اهم شيء الرسالة الإيجابية طبيعي. هذا أكثر التواصل الاجتماعي الحلو فيه إنه قاعد يوصل شغلات إيجابية. إحنا ما نبي نروح حق السلبية، لكن إحنا صراحة نبي ننشر الإيجابية. أنت ما تشوفين سلبية بالثلاث الموجودين هنا شخصياتكم. نبين بداية الموضوع أول ما بدأ السوشيال ميديا، فإحنا تهاجمنا أكثر من يدد. بس كل واحد فيكم عنده شيء سوى ضجة بالتواصل. قبل ما ندخل في موضوع ضجة، أنا ودي أضيف شغلة على موضوع التواصل الاجتماعي. هي مثل ما يعني يتعرف نفسها، هو تواصل اجتماعي. تواصل معناته في رسالة، في استمرارية وفي مصداقية. الاجتماعي معناته وانت قاعد تذيع، ان كان سناب او انستغرام، دائما اذا كان عندك سقف عالي من المسؤوليه بان انت مؤثر. صح. انت تقول دخلت بيوت العالم، الحين دخلنا حياتهم. يعني ممكن واحد من الثلاثه او حتى ناس ثانيين ما صارت في خصوصيه. لا ما اتكلم عن الخصوصيه انت تقدر تتحكم فيها من ناحيه انك تعرض للناس شنو تبي تعرض وشنو ما تبي تعرض. هذا شيء طبيعي، لكن نتكلم ان الناس المتلقيه لو انت وانت تعرض كان عندك. صح. وعي بان الناس هذول اللي حواليك من بيئات مختلفه، من ثقافات مختلفة، من أعمار مختلفة، كان عندك وعي عالي بالمسؤولية، وإنك تخاف وإنت تتكلم بكل كلمة تقولها وكل فكرة تقولها وكل رأي تقوله، كل ما كان هذا التواصل راح يكون أفضل. يعني تحاسب نفسك قبل لا تقول. أكيد، لأن دائما الناس تحاسب النهاية. إذا حاسبت نفسك من ما قال أخوي صالح، حاسبت نفسك أول، أنت راح
تقنية من محاسبة الناس. والإيجابية لحتى لو كانت عندك راح تكون ممكن سلبية عند الناس. وهذا لازم اللي علاقات بتقبله اللي هو النقد وراء الناس فيك. لأن كل واحد ينظر لحياتك بطريقة مختلفة. دائما نقول حق العالم أول مرة تسمع صوتك في الراديو ما تحبه. ليش؟ إنك أول مرة تطلع برا حياتك. فالناس هذولي برا حياتك لو قال لك كلمة لا تأخذها بعصبية تتنرفز اهدى. اسمعها حللها ترى صدقني 10% منها صح. إذا أخذته وتعلمت منه راح تطور نفسك ومع فترة راح تلقى الناس ما تعلم. ومو شرط ساعات تنطبق عليك ما تنطبق على غيرك أو تنفعك أو ما تنفع غيرك. يمكن نواة توليفتنا اليوم بالضيوف مختلفة. كل شخص معانا اليوم نجم ولا اختصاص معين. صح. يعني أريج لها اختصاص معين قاعد تقدم رسالة معينة من خلال متابعينها ومتابعينها أكيد يختلفون عن متابعين عبد اللطيف اللي قاعد يقدمها من رسالة جدا جميلة من خلال الفن. وعندنا مساعد طبعا الفاشن والأناقة كلها. اختلاف متابعينكم لكن تتشاركون في مواضيع تطرحونها. نبتدي معاك أريج، أكثر موضوع طرحتي وعمل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يمكن الموضوع هذا صار للأمانة بالصدفة. نعم. وهو حادث أنا سويته قبل تقريبا سنة ونص. نعم. هذا الحادث صار لسبب أنا غلطانة فيه، وكان عندي الجرأة أني أنا بعد يومين من هذا الحادث أحط بوست في الإنستغرام لكل متابعيني وأتكلم عن الغلط اللي سويته اللي أدى لهذا الحادث. لو ما يعني رب العالمين قدر ولطف كان أنا اليوم ما كنت موجودة معه. بس الحادث كان بسبب أنك أنت قاعد تستخدمين سناب أكيد. أو هذا كان سبب الحادث. الحادث الشارع كان فاضي، كنت ماسكة التليفون وبثواني شفت التليفون رفعت عيني قدامي تريلا. فدخلت في السيارة اللي قدامي يمكن ما أذكر حتى أني يعني دست بريك. أذكر أنا قريت وانتشر هذا البوست في التويتر في الواتساب، صار له صدى كبير. وأنا للأمانة جدا سعيدة أن هذا الأمر صار ولو أنه جدا مزعجني. واليوم يمكن شفتوني حتى لليوم عندي مشاكل في ريلي من بعد الحادث لأن صار عندي كسر مضاعف بالكاحل. السلام عليك. وهذا يمكن أكثر مكان حساس بالرجل. الله يحفظك وحفظ المشاهدين والعامين. شنو أكثر شيء سوالك وجدت؟ والله شو المواضيع اللي حكي فيها قبل يعني عن مثلاً زواج تقليدي والزواج مجتمعنا هذا. أيه. هذا اللي أكثر شيء خذ صدى يعني. يعني أنت حكيت عنه؟ أي والله بحكم عمري. وأنت شو تأيد؟ أنا ما أيد زواج تقليدي. ضد المجتمع بالأمور هذه. فكنت أحكي بشكل كوميدي بس ولا الحمد. بس اللي كنت أبي أوصله وصلته. إن المواضيع الكوميدية هذه خلت ناس وايد تفكر فيها بشكل جدي. بس في ناس يعني يمكن ما يعجبهم الزواج الغير تقليدي. يعني ما حسيت ان الزواج تقليدي ما حسيت ان في ناس قالت لك لا وما يصير وانه بلا بالبدايه. أيه. تلقين اثنين ثلاثه. أيه. فدخلت عليهم من كانت الكوميديا. فقالت ما يقدرون ينتقدوني اصلا لان بالنهايه يضحك معنا. أيه. فما يحسون انه هو رساله موجهه. بس والله انا احس انها توجهت حق الناس الجديين لدرجه اني قمت اشوف بعض الاشياء اللي قاعد ارحب كتب يمكن عرفوا شنو الزواج ومسؤوليه الزواج اكثر من عرفوا الزواج ومسؤوليته اكثر من التقليد وغير التقليد. ساعات الاشياء تكون جداً ما نشوفها. نعم. إلا إذا أحد نبهنا عليها. هي في أشياء موجودة قدامك ما تحسين فيها إلا إذا أحد قال تشوفيها. الصفحة البيضاء فيها نقطة سوداء. الناس تقول الصفحة فيها نقطة سوداء ما يقولون فيها بياض. نعم. هذا اللي قاعد نركز عليه النقطة السوداء وقاعد خلي الناس تشوف النقطة السوداء شوي تبتعد عن البياض لأن في وايد سلبيات. يعني يمكن عبد اللطيف أنت تستخدم الأسلوب شوية ساركاستيك في إنك توصل الرسالة. الحمد لله وصلت. الحمد لله لك طريقة يعني وايد يعني يمكن شيء فيك أنت طريقتك إنك خفيف الظل نقدر. ودي أسألك شنو موضوع سويتها أريج أو طرحتها أريج وعمل ضجة أنت من وجهة نظرك؟ طلقت الرجال ذا. أنا وجهك. هذه صارت على مستوى. كل الشباب بالعالم مستانسين على أريج يحبونها لأن سينا قمة صارت سينجل. بس ذا هذا خير يعني طلقوا. يعني سويت لهم على الخير ولا شنو؟ والله على الخير حق الشباب. أريج شلون كانت ردة فعل الأهل أو تجاوبهم خلينا نقول تجاوب المتابعين وردة فعل الأهل على المواضيع اللي تطرحينها؟ للأمانة أنا وايد حذرة في أي موضوع أنا أطرحه وأمثل نفسي من ناحية أن أنا entrepreneur business woman زوجة وأخت وبنت بالنهاية. فأنت راح تشوفين حياتي من كل هذه الجوانب في السوشيال ميديا.
الأخت ممكن تحس إنها قريبة مني، الزوجة تحس إنها ممكن أمثلها في 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 ناحية، البنات الصغار اللي مشاريعهم توهم مبلشين ممكن يشوفون اللي قاعدة أسوي inspiring، وهذا الموضوع يخلي علي مسؤولية. اليوم عندي في المحل وايد بنات، أحاول على كثر ما أقدر إني أدعمهم في المحل عندي إذا هم عندهم أي نوع من أنواع المنتجات اللي يبون يبيعونها. فالسوشيال ميديا بالنهاية هو يمثل كل جوانب حياتي، وأحاول أكون قريبة من الأشخاص اللي أنا حوالي. يعني ساعد، هلا، أنت كونك ستايلست صح؟ نعم. زين، أتوقع هذا بروح ضجة. أنت يعني الناس أول شيء إنه يعني مساعد المطيري. زين، إنك أنت لا تحاولين تجملين كلام الناس ما تقبلت. أولهم أهلي. أنا بحاول ألطف. لا 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 لا، لطفين ما نتكلم. بس شنو أكثر شيء سويته اللي سوى واو كذي يعني؟ الحمسة. أنا بالنسبة لي أنا أتكلم حقيقة إن أكثر شيء سوى ضجة كان ظهوري فقط في التواصل الاجتماعي كرجل كويتي جهراوي بدوي يشتغل في السوشيال ميديا في الفاشن. أيه. إنه والله ستايلست ويلبس الناس ويقترح الملابس ويطلع بالتلفزيون ينتقد الفنانة الفلانية والفنانة الفلانية، حتى استخدام لهجتي يعني حتى لما أتكلم بالجيم إنه والله جاء، كانت الناس يعني مو قادرة تتقبل. يعني ترى أنا أول مرة أطلع في التلفزيون كمقابلة يستضيفوني أطلع بزاز قطر عقاف. ليش؟ كنت أبي أفصل هذه الشخصية إنه أوكي أنا وليد بيتي، أنا لا ما أنسلخ عن بيتي، أنا بدوي ومطيري وجهراوي وعشت ولازلت أعيش بين أهلي وأفتخر فيهم بكل تفاصيلهم، أفتخر ببرق عمي، أفتخر بصقر أبوي، أفتخر بشاليهنا وبرنا وكل شيء. بس والنعم فيك الله يجزاك خير. بس أنا شخصية مختلفة، أنا اخترت إني أكون مختلف. الاختلاف هذا فقط سوى ضجة، خلى الناس يركزون عن سعد زيادة، صارت عن العالم روح شو مساعد محل فلان يشتغل مطيري وبدوي. والجيل تغير والدراسة تغيرت والعالم كله تغير. هي بس هذه الفكرة، احنا دائما نقول حق العالم ان كل شيء تغير حوالينا، لكن التغيير اذا ما كان في داخلك انت، اذا انت في النهاية ما تقبلت نفسك في تغييرك واختلافك عن اللي حواليك، صدقني ما حد راح يتقبلك. معنى كلمة كل ما الإنسان يتقبل أول شيء ما يتقبلونه. والله حتى اللي قدام يعني لازال أنت تسوي أشياء، مثلا يعني قالت مثلا فقرة تخبيص تعلم أنك رجل وتطبخ، زين ترى خلاص اقتنعنا فيك واشتغلت بالفاشن، شو دخلك المطبخ؟ زين يا جماعة أنا أعرف أطبخ، شو المشكلة إذا طبخ؟ عادي يعني إحنا دائما أهلنا كلهم يطبخون، كمجتمع أول يعني بس بعدين صار أن شلون الرجال يطبخ شيء ما تبغى، الحين صار شيء عادي. هذا شيء جديد شلون الرجال يطبخ، قبل ترى عادي. شغلة ثانية من اللي أثرت شوية بالعالم، أو أنا أتكلم حتى الكويتيين بدأوا يتقبلوني أكثر بعد زيارتي لندن. بعد ما المحل اللي أشتغل فيه فرع اللي بلندن دعاني، وكانت الدعوة مختلفة جدا، الناس وقع أنه داعيني أبي يعطيني ترينينج، علشان لا طلع يبوني أنا أخذ ترينينج حق الستاف اللي عندهم شلون يتعاملون مع الزباين المسلمين والعرب في فصل الصيف، هذا شيء يعني كان وايد وشون القعدة معاهم وشون المكان هل يلائم ما يلائم. فسوينا دراسة كاملة أنا وواحد شخص معي ثاني هم عربي كاملة، ولا زال المحل هذا اللي في لندن الحين قاعد يتغير على أساس الدراسة اللي سويناها لهم. نعم. فهذا يعني بالنسبة لي الحمد لله يعني. يعني مساعد أكيد اللي سويته والضجة اللي سويته والمواضيع اللي طرحتوها مميزة، وأنتوا أصحاب اختصاص ومختصين في شيء معين ومتفوقين ومتميزين في اختصاصكم. حديثنا مكمل معاكم إن شاء الله، لكن بعد فقرتنا اللي راح نطلع فيها فقرة مميزة جدا اختصينا فيها في غبقة الحمراء، هي كل يوم دراعة، ومعانا المصممة شروق سالمين ونشوف إبداعها في الدراريع، وراجعين لكم ونتكلم أكثر مع ضيوفنا عن التواصل الاجتماعي وتأثيره. ورجعنا لكم بعد ما شفنا المصممة الكويتية العالمية شروق سالمين ودراريعها الحلوة، وصراحة عندها دراريع جدا 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 حلوة. الحين راجعين لكم، حياك الله. يقولون الانتقاد السلبي يؤدي إلى الشهرة، في ناس مستخدمة هالأسلوب هذا، شو رأيكم؟ أكيد أكيد. Ladies first. لا لا لا، نبيك أنت مساعد. أنا أرجع مثل ما قلت مساء، أن عموماً أنت كشخص معروف، ما نقول مشهور، كمعروف إذا حد انتقدك لازم تهدى شوي، لأن مرات في ناس اللي يكبر الموضوع هو رد الشخص المعروف. يعني لما شخص ينتقدك يرد عليه، ولا يرد عليه ويرد عليه وتكبر السالفة، وممكن أنت تكون عطيت هذا الشخص الثاني فرصة إنه يأخذ جزء من شهرتك. وما أتكلم إنه جزء من شهرتك يعني شيء تملكه، لكن أنت مشهور وعندك رسالة صح تقدمها، هذا الشخص ممكن تشهره وتبنيه
يكون عنده سلبيات، فانت ساهمت في انك ظاهر شخص ما له داعي. بس مساعد في ناس تفتح اكاونتات تاخذ شغلات وتنتقد، وإيه مو بالاختصاص يعني، مو اختصاصها أو مو فاهمة أو ما عندها خلفية، بس تبي تنتقد علشان الفولورز زين وإنه ينشهر. وفعلا في ناس يعني بقولك عنه، أنت إيه؟ أنت لما جيت انتقاد من شخص مختص إيه؟ ما راح يكون انتقاد هذا اللي نتكلم عنه السلبي. لا مثلا والله أنا مقدمة برامج ويجيني مخرج ويقول لي مثلا والله تقديمك لازم أسمع له، معناته هذا مو انتقاد سلبي. لكن لما يجي شخص راندم ما نعرفه يبدأ يقول لك لا تقديمك مو حلو وأسلوبكم مو حلو، ما تعرف هني نبدأ أسكت عنه. ليش؟ لأني لو رديت عليه راح أكبر، راح أخليه ينشهر، ما له داعي. إيش رأيك عبد اللطيف؟ أنا حتى الراندم أتقبله إذا كان له هدف، إذا ما وراء النصيحة هذا والانتقاد هذا في هدف ثاني. ما يأثر فيكم ولا يزعلكم يعني كذي إذا كان يعني جارح وايد. لا جارح بالعكس، أنا أشوف الانتقاد الجارح يكبر من الشيء اللي أنا قاعد أسويه. بالعكس راح أقتنع إن أنا سويته زين، لدرجة إني جذبت هذيل. هذيل ما يجون إلا على الأشياء الناجحة. ما شاء الله رياضية عبد اللطيف. أنا مصدقين مكبر عقلي زيادة عن اللزوم. بالعكس انتقاد يمكن الاخوان الاثنين الموجودين هنا لما يحضرون عروضي اول شيء اسالهم عنه اعطوني انتقاد. صحيح. المدح عمره ما يفيد. صح. الانتقاد هو اللي يفيد، المدح ما يفيد. صح. بس ساعات يكون يعني جارح، شلون تتعامل معاه؟ شو اذا ما تقبلت النقد معناته انت ما قاعد تعترفي بغلطتك، اذا ما عرفتي غلطتك ما راح تتطورين. خلاص روحك رياضيه. انا ادري انا غلطان، انا دائما اقول انا ماني بيرفكت، انا غلط. صح. انا من فوق لتحت كل الاغلاط إذا ما عدلتهم معناتها أنا مقطع. الانتقاد ما يزعل، بالعكس يوعي ويفطن، بس لا يكون شخصي. شوف أنا يمكن شيء واحد اللي يجرح كوني كويتي وشاب وصغير بالعمر. أنا رديت الحمد لله برنامج عرب قد تلت، جتني عروض من برا الكويت، مشاركت عروض برا الكويت، لندن، أيرلندا، سان فرانسيسكو، بالكويت. ما انتقد الا بديرتي، بس قاعد يجي ينتقدوني. ما عمري انا انتقاد بدال التشجيع. انت كنت متوقع هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يجرح يعني يحس بالخطا. يا ديرتي الوحيد اللي ينتقدوني ما تقدر تسوي. بس البنت اكيد تتاثر بالنقد اكيد يا اريج، ولا يعني ما شاء الله عليك قاعد تقدمين شيء وايد انسبايرنج. شكرا. شلون تتعلمي يعني تتعاملين اذا جاك نقد وانت قاعد تقدمين رساله حلوه وجميله؟ شوفي في نوعين من النقد، في نقد حقيقي صج انت تدرين انه هو حقيقي، وفي نقد انت تدرين انه مو حقيقي. هذا النقد الغير حقيقي تدرين انه ما له علاقه فيك اصلا، فتاثيره وايد بسيط، يعني ما تحسين انه فعلا يعورك من داخل او يضايقك من داخل. بالنهايه لا يصح الا الصحيح، لكن النقد الحقيقي هو النقد اللي فعلا تاخذينه بعين الاعتبار، لانه ممكن يطورك. مع ممكن انت تكونين مسويه مجهود معين في شغله معينه، يجيك نقد ينبهك على اشياء انت ما كنت حاطتها في بالك. بس اللي ضايق في السوشيال ميديا الاكونتات اللي مبنيه على النقد. حتى هذه الاكونتات اصلا ما عندهم الجراه انه يكون لهم اصلا كيان، يعني هي تضرب الكل وتتعدى على الكل وممكن تخطي خطوات وايد يعني ما المفروض توصلها، خطوط حمراء تعديها، وفوق هذا ما لها اسم اصلا، ما عندهم الجرأة ان يحطون حتى اسمهم او ايهم، نفس ما احنا حاطين ويهنا واسامينا ونشتغل حق شيء ايجابي بالنهايه. في وايد انتقادات تندرج تحت باب المنافسه الغير شريفه. انا اشوفها ايه. ومع الاسف متابعينهم كثار، هذا الشيء اللي حزننا اكيد. بس دور الوناسه اشوف بالنسبه لهم وناسه وضجه، بس غلط ضجة. صح. ايش أكيد غلط. هو شوفي وايد صعب، لأن ساعات مثل ما تقولين الجمهور عاوز كذا. يعني ما تقدرين أنت قاعدة تشوفين الناس اللي قاعدة تنتقد، الناس اللي قاعدة تقدم أشياء ممكن ما تكون وايد هادفة، هي اللي تاخذ أكثر فولورز وأكثر متابعة. الجمهور عاوز كذا، الجمهور يبي كذي ويشجع الناس، بدال يكون عندنا مثال واحد بس ينتقد صار عندنا ثلاث أربع خمس أمثلة تنتقد لأنه شافوا النجاح المثال الأول. مو صحيح، بس الناس قاعده تشجع هذا الشيء. وانا الوم اليوم احنا من قناه الكويت الوم المتابعين اللي قاعد يشجعون هذا النوع من التصرفات بمتابعتهم لهم، بدل ما يكون عندنا مجرد مثال سلبي صار عندنا اكثر يقتدون فيه. صح. للاسف. بس التواصل الاجتماعي صدق انه فيه سلبيات، بس بنفس الوقت فيه ايجابيات وفي اشياء وايد حلوه وفتحت بيبان. بالنهايه هو يعني التواصل الاجتماعي صار مكان حق الترفيه، فانا داش ما ابي واحد ينصح من الاخر. الناس قاعد تسوي كذي، مو بس داش تواصل اجتماعي عشان ادور احد ينصحني، قاعد ادور السلبي بس. مو بس كذي يا عبد اللطيف، يعني ترى على فكره ما نتكلم بس على مجتمعنا،
ترى المجتمعات العالم كلها تسعى لموضوع الفضيحة. نعم. يعني حتى في أوروبا في أمريكا تلقى برامج. لا بس إحنا هني عندنا أكثر. لا 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 تصدقين لأن إحنا هني نحس هني لكن أنا أقول برامج يمكن مجلات قنوات. لا 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 قنوات. أقول لك شيء مساعد هم هناك منفتحين ومتقبلين للآخر أكثر. صحيح. إحنا البلوى عندنا أكبر لأن مجتمعنا ما يقبل هذا. بس بنقطة واحدة. إيه؟ بقول لك شغله شوفي مشاهير برا إيه؟ شوفي المجلات شوفي القنوات شنو يسوون فيهم شلون يشهرون فيهم يتكلمون عليهم ويدورون فضايحهم مو مبطل بس إيه؟ احنا هني حتى مشاهيرنا في بعضهم ما يقبل حتى الكلام يعني عنا ليش عندنا عادات وتقاليد عندنا مجتمع عندنا اهل لكن اتكلم ان كان ولد او بنت انت ما دام فتحت اكاونت مثل ما قالت احنا ما عندنا مشكله نفتح اكاونتات خاصه فينا ونحط صورنا ونحط اسامينا ما دام انا اخذت هذه الخطوه لازم اعرف ان في وراها تبعيه لازم اتقبل لما احد يتكلمون علي على امي على زوجتي على عيالي على سيارتي على رصيدي لازم ما اتكلم لازم اقول لا اخترقت خصوصيتي انت اللي فتحت الباب في اكاونتات ما قالت عريج مسكر الباب حاط صوره حاط صوره شخص ثاني ويتكلم صحيح. احنا ما دام فتحنا الباب لازم نتقبل لازم نسمع مثل ما اقول لك برا رؤساء دول وزراء قاعد يعني يتقبلون النقد ليش لان يقول لك احنا مجتمع منفتح احنا لازم نتقبل النقد والنقد الاخر ويكون جدا بسيط وقلت لك هذه الديمقراطيه ترى العجله في الانتقاد ورفع الناس المنتقدين السلبيين بيدنا كل ما صمتنا كل ما انشغلنا في نجاحنا وخليناهم هم يسولفون علينا مثل ما قال يتابعونا ان احنا ناجحين خلي يسولف انا اشغل نفسي يعني على قول دائما يقولون يا ربي اشغل الناس فيني ولا تشغلني بالناس انا هذا اللي ذاك اليوم حتى لولو بالسناب قاعد اقول في ناس قاعد تنتقد بعض المشاهير والمشاهير ما درت عن هوى دارهم وصلوا للعالميه وهذول قاعدين هذا البسات وهذه سووا احسن طريقه للتعامل مع هذا النوع من النقد تكلمت قبل شوي عن موضوع الأشياء الإيجابية في السوشيال ميديا اليوم احنا في حملة ابشر بالخير اتوقع ايه صح وشوفي ردة الفعل وصلوا الى 3 ملايين ما شاء الله هذا لو ما السوشيال ميديا اول ساعة نص مليون دينار في 3 ملايين وصلوا من اول ساعة تخيل لو ما السوشيال ميديا كم ما قدرنا نسوي شيء مثل هذا وتناقلوا الناس فيهم الخير بالنهاية يعني الفطرة الأساسية الخير فشوفي شلون ردة فعل السوشيال ميديا في الخير اصلا كمان تأثيره كبير يعني اريج يمكن انت تطرقتي حق الموضوع الايجابي يعني انت كنتي واثقه من اللي انت قاعد تقدمينه مساعد ذكر ان في نقد والمجتمعات الخارجيه يمكن موضوع السوشيال ميديا عندهم كان قديم وقبلنا قبل لا يدخل مجتمعنا بمجتمعنا السوشيال ميديا جديد واريج انت من اوائل الناس اللي كانوا في السوشيال ميديا بالبدايه كل شيء كل ظاهره مثل اي ظاهره بالعالم بدايتها تكون صعبه والمجتمع ما يتقبلها صح. اول شيء ثقتك باللي انت قاعد تقدمينه هذا الشيء اللي خلاك تستمرين نبي نعرف شنو بعد من الايجابيات كفانا كلام عن السلبيه اليوم لا ما شاء الله من اليوم ايجابي ما في سلبيه مره ثانيه السؤال نتكلم عن الايجابيات وشلون قدرتي انت تحولين هذه السلبيه لايجابيه دامك من اوائل الناس اللي شاركت بالسوشيال ميديا وتخطيتي هذه السلبيات كلها وما شاء الله الحين قاعد تقدمينها بكل ايجابيه وتحافظين على هالاستمراريه يعني. شوفي وايد صعب الواحد يظل على نفس الخط المغريات كثيره اليوم لما انت تشوفين المتابعين ارقام علشان تاخذينهم لازم مثلا تسوين اشياء معينه في المغريات كثيره في السوشيال ميديا متغيرات اي وعشان تظلين على نفس الطريقه وايد صعب لازم على طول تذكرين نفسك انا ليش قاعده اصلا موجوده في السوشيال ميديا شنو الرساله اللي لازم انا اقدمها بعد السوشيال ميديا ما تروح انا الناس ابيها تتذكرني انا شنو مسويه شنو قدمت بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا انا اعتبرها هي قناه نفس القناه اللي اليوم احنا طالعين فيها ولكن هي قناه الخاصه انا اتحكم في محتواها فاليوم هذا باختصار هذا اللي انا اشوف قنواتي في السوشيال ميديا هي قناتي الخاصه انا احط اليوم البرنامج اللي انا ابي لكن بالنهايه في حدود رقابه معينه مثل ما اليوم عندنا رقابه في قناه الكويت تقدم كواليتي معين للبرامج فباختصار يعني كذي انا اشوف الموضوع
تراقبين نفسك وما تنخرطين وراء السلبيات اللي قاعده تصير. يعني انت المقدمه وانت المعده وانا الرقابه اهم شيء. عبد اللطيف ودنا نعرف موضوع ايجابي قدمته وسوى ضجه بس ايجابي هالمره. ايجابي ما تعامل بايجابي. لا والله كلك ايجابيه. انا اشوف ان سلبيتي ايجابيه. اوه لا 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 فهم التبطينة استفاد، ما فهم التبطينة ضحك، بالنهاية موضوع سلبي بس الناس قاعدة تضحك. ولا الحمد يمكن واحدة من حفلات شركات الاتصالات بالكويت كان حضور جدا كبير، صدمت ان عارضين فيديو هناك. فالمواضيع اللي قاعد نطرحها السلبية قاعد نطرحها بشكل فن. ذكر لنا موضوع مثل ما قلت لك انا خلي ما بيدش بالمواضيع الجديدة ايش اسمه ما بيتطرق لها. بنعرف مثال. ما بدي اتطرق حق غير المواضيع الاجتماعيه. خلينا على المواضيع الاجتماعيه او تقبل الناس حق الاشياء الشاذه بالمجتمع مثل الفنون المسرحيه. عندنا وايد فنون مسرحيه بالكويت نادره وجميله وايد الخليج يعني يتطرقون لها ان ها شيء جديد تعالوا نبيكم عندنا بدولنا بالخليج. عندنا بالكويت ما يتقبلونها. ليش؟ احنا تندرج اي قاعد نظلم فنيا. ليش يعني احنا كايش اقول لك من شباب المجتمع الكويتي ليش ما نقدر ندش المجال هذا من غير لا ننتقد؟ دائما ننتقد اي شيء مسرحي سيء. ليش؟ لا وايد اشياء مسرحيه حلوه فنون جديده فنون ما قد تقدم برا واحنا ككويتيين قاعد مثل الكويت فيها. عندنا ناس الاوبرا مثلا يغنون الاوبرا توهم يهتمون فيهم. صحيح. موجودين من زمان ترى من 2002 احنا نشوفهم. البركه فيكم. الحمد لله. عندنا عبد اللطيف غازي ما شاء الله العازف الكفيف متى اهتموا فيه؟ حق ما شافوه برا. أيه. من متى يعزف هني؟ صحيح. ليش ما قاعد تهتمون الناس؟ ليش تنطرون الناس اللي برا تهتم فينا عشان تكونوا انتم تسطوا علينا اضواء هني؟ احنا بالنهايه شباب الكويت. اصراركم على اللي قاعد تقدمونه يمكن هذا اللي يدفعكم ترى معاكم بالمجال. بالضبط. ساعدين ادونا وقاعدين نشوف جديده. يمكن انت قاعد تقول نفسك. شباب عنيد. شباب الكويت عنيد. هذا الحلو فينا احنا عنيدين. بس الشباب عنيد حتى البنات. احنا بعد عنيدين. عنيدين للشيء الزين. عنيدين للشيء الزين. اكيد اكيد اكيد. بس عموما يعني انتم شخصياتكم ايجابيه الحمد لله. الحمد لله. يعني في ناس شخصيتهم سلبيه وفي ناس شخصيتهم ايجابيه. انتم ايجابيين الحمد لله. دائما اقول احنا السلبيين والسلبيين الايجابيه هي سلوك. صحيح. يعني ما هو هدف هو سلوك. صحيح. اذا انت كل يوم تقوم الصبح متفائل ان يومك حلو. صح. صدقني الكون كله راح يستجيب لك. أنا كلمه يعني من الشغلات اللي الناس تاثر فيها. انا عندي شغله اول اركب السياره اصور اضحك ضحكه توني بقول مساحه انا يقولون يعني ليش تضحك كذي فكر يعني عندي حتى اسناني مو مرتبه اسنانك مو مرتبه ايش شيء يا جماعه ابتسم مو لازم تكون ابتسامه تكسيده عشان فلتر مساحه واحد صباح الخير والحب والسعاده السعاده يا جماعه يعني ابدا يومك بجمله ترى انت تقول حق نفسك والتفاؤل يعني بمعنى كلمه نوال مساعد صراحه سنابه اذا تتابعينا اكيد لا لا الحين جدول الصبح يعني شيء مرتب شيء مرتب والضحكة أكيد الضحكة تأثر متابعينك لك كم هائل من المتابعين قاعد تأثر فيهم يعني يمكن واحد ما له خلق يروح الدوام يشوف ضحكتك يقول وصل لافنيوز وأنا عايز أنا أقوم خلي أقوم ما أبي أتكلم عنه مثلاً يوتلت تواصل معناته في استمرارية. الاستمرارية إذا كان سنابك أو قناتك اللي قالت عنها ريج اللي أنت المخرج والمعد إذا ما حطيت لها برنامج بطريقة عفوية مدروسة يعني مو ورقة وقلم لا عفوية لكن مدروسة فيها فقرات في أشياء معينة في أشياء حتى في أشياء ممكن في يومك العادي تسويها لما تسلط عليها الضوء تأثر على الناس يعني أنا في عندي فقرة لا تسون تشربوا ماي كمية العالم اللي بدأت تشرب ماي وبدأت تصير صحتها أحسن وبدأوا يجوني يكلموني مساعد أنا قبل ما كنت أشرب ماي مرة واحدة والله قمت أشرب ماي كان في جفاف بعيني صرت عيني أحسن تغيرت حياتهم شيء بسيط ترى لا تشرب ماي أذكرهم بس يشربوا ماي يعني شيء ممكن صحيح. بسيط تسويه لكن بشكل مستمر تذكر فيه الناس صحيح. اللي هي قلت لك مو سلطة كثر ما هي قدرة التأثير وإنك تأخذها بمحمل الجد وعلى قدر من المسؤولية شفافيتك مع المتابعين أنا الحين يمكن الحين عندي سؤال لأن كلنا وإحنا كلنا بالتواصل يعني. الاجتماعي ونطلع بالإعلام والتواصل وإنه وإنه أول شيء على يميني بسم الله عليك لولو عندك يعني وايد بالإنستغرام وبالسناب وكذي ومأثرة إنزين بالتواصل شنو أكثر شيء إنزين يعني طلعتي إنزين وقلتي عنه وندمتي
ندمت او دشت علي بقوه نوال. لا 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 خليني اغير شوي اقول استعجلتي. استعجلت؟ لا انا حذره وايد وايد كونزرفاتيف. اقدر اقول بكل ثقه ان ندمت؟ لا ما ندمت. اوكي. مع اني انا بشخصيتي شويه ريسك تيكر احب المجازفه. لا يبين اني هاديه حذره مو هاديه حذره باي موضوع اتكلم فيه وايد انا حذره علشان ما اوصل لمرحله اطرح موضوع اقول اني استعجلت او ندمت احاول ما انخرط واريج. انا والله نفس بس انه في امور كثيره لما حتى اي احطها افكر ألف مره ممكن تلاقيني اصلا فاتحه البوست وكاتبتها بس اقرر اني انا ما انزله لان في امور كثيره تلعب دور. يعني انت لازم تفكرين في 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 الناس اللي تابعونك جايين من ثقافات مختلفه بيئات مختلفه من اعمار مختلفه ففي امور معينه لما تنزلينها ممكن ما تكون لصالحك فوايد اكون حذره في كل شيء اسويه. صح. شلون صرتي حذره من نزلت صوره هذاك؟ عبد اللطيف مشاكس يعني شاكس عبد اللطيف على قاعد ما ندمت. عبد اللطيف ما ندمت. انا اؤمن ان اي تجربه اخذها ماكو شيء ما في ندم يعني الواحد يتعلم. انا ما اؤمن بالسلبيه ماكو شيء سلبي يمكن انا اوفر ايجابيه بس هي مو إيجابية هي بس فكرة شيء إذا مو زين راح أتعلم منه إذا زين راح أستفيد منه. Thank you. كل شيء تجربة. بالعكس هذول الأشياء اللي ما تقولين اللي انتقد عليها وأطرحها بالمجتمع يعني أبي الناس تطلع برا القيود اللي هي حطتها حق نفسها. صحيح. حتى بنشاطنا المسرحي ما له شغل بالكلام قاعد أقوله ولا شغل بالسوشيال ميديا. صحيح. ولا له شغل بالمجتمع بس قاعد أوري الناس إنه مو اسم الفن هذا يخليكم تكرهونه. صحيح. أي شيء يتقدم بالكويت بحثوا أكثر لا تنتقدون شيء من برا. إحنا عندنا شنو شوف التايتل مثل ما تقولين ما شيت. اسم ما شيت يجذبك عشان تقرا ما شيت ثلاثه ولا الشيء اللي اقدمها اسمها خليش تدشين فيها اكثر وطالعينها تقتنعينها زينه. وفي ناس انظلمت وتسب هالشيء هذا انا ابي احب انظلم بالعكس والله ظلم يرفعش ما الحين شوي خذانا الوقت لولو عندنا الحين شنو فقره شو السالفه فقره شو السالفه راجعين معاكم ساعد وراح نكمل الحديث لكن راح نطلع مع مشاهدينا بفقره جميله هم اختصينا فيها هني في غبقه الحمراء وفقره شو السالفه وبنعرف معاكم مشاهدينا سالفتنا اليوم. رجعنا من بعد الفاصل ارتحتوا شوي اخذت بريك. الحين سؤالنا التواصل الاجتماعي لابد ان اثر ما احنا قايلين على يعني نفسكم تاثير زين ليش ما تحكينا عنه نبي على حياتكم الاجتماعيه الاسريه العيال العمليه من جميع لها. اريج كونك انت امراه ومتزوجه اثر؟ ما اقدر اقول وايد اثر يعني هو تقريبا اثر وما اثر يعني حياتي اليوم عايشتها بطريقه بنفس حياتي ما تغيرت لكن بالنهايه اقدم شيء حق الناس. اوكي. ما اخذ من وقتك؟ خذ من وقتي اكيد بس في اوقات معينه حق الـ ما سبب لك اخراجات ولا سبب لك مثل مشاكل. لا انا مثلا زوجي وايد متفهم اهلي وايد متفهمين في امور معينه بالنسبه لي ما عندي اي اشكاليه فيها لكن حطيت علي مسؤوليه ان اكون احاول على كثر ما اقدر اني اكون قدوه بس حق البنات اللي بيجيني. بس في ناس ساعات يجون حق اهلك او مثلا حق زوجك او خواتك يقولون اريج قالت اريج سوت اريج يعني هذه في ناس حتى من طريقه التوصيل شويه إيه يعني إيه ما واجهت وايد هذا إيه؟ هذا الموضوع لان ابوي واخوي وريلي واختي وكلهم يتابعوني يعني إيه؟ بس انه مثل ما قلت انا وايد حذره في كل شيء اقوله بس انه ما اثر علي وايد لكن اكيد الخصوصيه تلعب دور كبير يعني اليوم انت قبل تطلعين ما حد يعرفك اليوم تطلعين اكيد في ناس تعرفك اذا لما تروحين مكان ويشوفونك يبي يصورون او او لا اكيد اكيد يصورون اي لازم يصورون. ما اثرت عليك ما تضايقك حد بذاتي طلعة عائليه ما ضايقني وايد لان هذه مسؤوليه خلاص انا قررت اني انا افتح حياتي حق الناس اتقبل هذا هذا الشيء اللي يصير لكن السؤال هو الاتي ان انت اليوم اعطيتي جزء من حياتك وخصوصيتك حق الناس بالمقابل ليش سويتي كذي
فهذا السؤال اليوم، أنا شنو استفدت من السوشيال ميديا؟ شنو الشيء اللي يرجع لي حق إني أنا تخليت عن هذه الخصوصية؟ وهذا المهم بالنهاية، لما تين تقولين شنو القيمة اللي أنا قاعد أقدمها اللي بالنهاية أنا تخليت عن هذه الخصوصية؟ فعشان كذي وايد حريصة بالنهاية شنو أنا أقدم، عشان ما يطلع بالموضوع بالنهاية هي مجرد أنا فقط خصوصيتي. صحيح. يعني يمكن أريج ذكرتي أنا تخليت عن خصوصيتي، احنا بالفعل ما تخلينا عن خصوصياتنا، يعني في بارت في حياتنا، يمكن انا اشارككم نفس المجال، يمكن الناس تشوف ان هي وايد داشه بحياتي، اطالع الموضوع من بعيد واضحك اقول واي وايد اشياء بحياتي ترى انت ما تعرفوني. لا لا صراحه لان انا لما افتح السناب واصور، واكيد انتم مثلي، انتم تختارون شنو تصورون وشنو تورون الناس وشنو ما ابي اوري الناس. كثير من الناس يعتقدون ان انا كشفت حياتي، بس لا. انا في بارت كبير بذكاء تلعبها. صح. بذكاء. صح. حيث ان انت ستيل محتفظ بخصوصيتك وبحياتك. اكيد توافقوني الراي، اكيد انت برايي، لان نشوف كثير من المشاهير لا يعني شفافيه تامه، وهذا تعتقد صح او خطا؟ لا 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 اكيد اكيد لازم يصير خطا. انا قلت خطا لسببين، الاول ان مجتمعنا ما يتحمل هذه الانفتاح العام، كان ولد او بنت، إنه يعرف كل شيء عنك، هذا يعني ما يقدر يتقبله، مو زين. الشغلة الثانية حتى تسويقياً، على فكرة إذا أنت فاتح السناب جزء منه تسويقي ما ينفع توري الناس كل شيء. لازم يكون في جزء من حياتك مخفي. صحيح. هذا الجزء المخفي تقدر تستخدمه بأي وقت تبيه علشان تشد العالم له. شكراً. دائماً الناس يحبون الشيء الغامض، يحبون الشيء اللي ما يعرفونه، يهابونه، يحترمونه ويرغبونه أكثر. ذكاء منك مساعد، يمكن هذا الذكاء، يعني نقول ذكاء المسافة في أنك تقربهم أو تبعد المتابعين. ليش؟ أنا قلت أنا يمكن لأني جاي من خلفية بياع، انا دائما اقول حق العالم انا بياع، وانا برجع واقول لكم ماركتينج تعلمناه. لا 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 حتى اللي مو مختصين تعلمناه. لما اجي واوصف لك شغله، اول ما اوصف لك اياها انت على طول مخك راح يروح حق الداتا بيس مالتك. يوم مثلا اوصف لك يخت، راح تروحين تفكرين باليخت الحجم اللي تبينه، اللون اللي تبينه. صحيح. فانا لما اخفي عنك شيء راح استخدم مخيلتك في انك تصورينه. صحيح. ان كان بيتي، ان كان زوجتي، ان كان اولادي. صحيح. ان كان سيارتي، فلما ابرز لك راح شويه يقل من وهجه. صحيح. هذه شغله. الشغله الثانيه مثلا لما قلت السوشيال ميديا وتاثيره، انا واحد من الناس ابوي 10 سنوات ما كان يقبل وظيفته، لدرجه لما يكلمونه يخجل من وظيفته. السوشيال ميديا خلى ابوي يتقبلها. ليش؟ لان ابوي رجل بدوي، يقعد دواوين لما يسمع ولده راحت لفلان، ما هي ميتها، بس لما قام ربعي يقولون والله مرتي راحت حق مساعد، بنتي حليله راحت حق مساعد، هو بده الناس تقبلونه. السوشيال ميديا عطى مجال لابوي يتقبل وظيفته، لدرجه انه قام يسال عنها. صحيح. زين عبد اللطيف، انت طلعت شويه من الخصوصيات مع بنات اختك الله يحفظهم. صح. شريفه ونوره، شروفه شروفه. زين هذه ما حسيت انه شويه غلطه؟ ما ادري انت شنو. انا اقول لك اضايق لو اهلي ضايقوا، بس والله الحمد لله يعني مبين الجانب، يعني حتى بنت اختي الثانيه اعتبرها مره يعني ما شاء الله كبيره، عمرها كم 12 سنه 14 سنه اسمه العمر هذا. شريفة. لا اللي اكبر منها اخت نوره الكبيره. ما اصورها او تطلع بس تقول كلمه. نعم. فاوري الناس انه لا ترى عندنا قيود، حتى الطفله هذه انا اعتبرها مره. صحيح. انت قاعد تشوفون الياهل. بس الياهل الثانيه اللي بعينكم ياهل، لا هذه بالنسبه لنا مره. صحيح. لما يشوفونها برا يشوفون نوره، قام يعرفون نوره، قام يصورونها لي وشذي، لا يدرون ان في قيود، يخافون انه يصورون بشكل عام والصوره بشكل عام، ان بنت اختي الثانيه تطلع لا لا يركزون على الياهل يصورونها. حتى الناس قامت تخاف تقرب من مثلا بنات اختي الصغار لما يشوفونها بالسوق. انت حكمت المسافه، حطيت لهم مسافه، وريتهم ان احنا الطفله نعتبرها مره. مثل ما انا دائما قلتها في السوشيال ميديا، غلطه هالجيل. صحيح. مو من الشباب، من الكبار، من الامهات والابهات. ليش؟ لان قبل شنو؟ انت ريال عمره 7 سنين. ايه. قلت ريال. ايه. هي عمرها 9 سنين. انت مره الحين لا بس 29 كانوا صغيره. لا لا احنا الحمد لله بيننا. انت مره يعني هي تحط حدود حق الناس. كل شخص معانا اليوم، انتم نجوم معانا اليوم، وكل شخص استخدم ذكائه واستخدم طريقته اللي وصل فيها حق الناس. اريج جمعت بين البزنس والتاثير بالناس، واثرت في كثير من اصحاب الانتربرنورز نقدر نقول. اثرتي فيهم كثير. عبد اللطيف فئه الشباب وفئه كبيره، ومساعد اكيد
لك نطاق متابعين الله لا يخليك منهم، من طبخ لأزياء لأناقة وليفهم ساعد. استمتعنا وياكم العافية صراحة. دائما الأوقات الحلوة مع الناس الحلوة الطيبة شرواكم بسرعة تروح. الله يوفقكم والله يوصلكم لكل ما تتمنونه، تكونون دائما رسائل إيجابية لعيالنا وللمجتمع. مشكورين ومبارك عليكم الشهر. كلكم أصدقاء اليوم، بس أنا متعتي خاصة بالتقديم مع الإعلامية الكبيرة. مشاكس جدا. لا لا أنا بختم قبل يمكن عشان نوال. أكيد أنا اليوم متعتي من نوع خاص بمشاركتك بالتقديم. أكثر سعيدة جدا وياك. أكثر سعيدة ومستمتعة أني أنا انضميت إلى هذا الفريق الجميل. والحين بس قبل لا نطلع عندنا فقرة على كل يوم قرقعان، فقرة القرقعان ونشوف الفناتق.